ونعرف بقى كمان رؤيتك لكتير من الامور والملفات الجميله الحقيقه اللي حصلت في الفتره الاخيره. يعني هنقف بدايه كده عند كره اليد في النادي الاهلي. فرق كره اليد رجال وسيدات بسم الله ما شاء الله واخدين دوري وكاس، وكمان الرجال خدوا اكسترا عليهم كمان كاس السوبر الافريقي، مما يؤهلهم طبعا للمشاركه في الالعاب الاولمبيه القادمه ان شاء الله باريس 2024. فبدايه تعالي نشوف او نحلل ونشوف ايه اسباب هذا التفوق الملحوظ في كره اليد في النادي الاهلي رجال وسيدات. كره اليد في النادي الاهلي في العموم يعني تفوقها كان دائم بفتره طويله، يمكن لكل جواد كبوه يحصل حاجة بسيطة كده في النص، لكن بعد كده بنرجع تاني وبنكمل. السنة دي الاهتمام كان كويس، قدرنا نتعاقد مع مدرب من المتميزين، يمكن احنا شفناه قبل كده مع منتخب مصر وشفنا نتائجه، شفناه في المجر، هو من أفضل المدربين على مستوى العالم، مش على مستوى الإسباني بس أو على مستوى أفريقيا الفرق اللي ضرب فيها، لا هو من أفضل المدربين على مستوى العالم. فكان النتيجة اللي احنا شفناه ده غير تجديد الدماء والفريق بقى أكثر شبابا، في حاجات كتيرة يعني. ده بصرف النظر طبعا عن أن المهندس خالد العاضي مدير النشاط الرياضي في الأهلي هو بطل كرة يد قديم. بصي يعني كابتن خالد العوضي، انا كان في حوار امبارح تحديدا، كان في مكالمه يعني كنت بتكلم معاه وكنت بقول له على فعلا يعني ما شاء الله والكؤوس اللي عماله تيجي والبطولات اللي عماله تيجي والطفره اللي حصلت. هو برضو لما تيجي تتكلمي معاه كده يقول لك انا ما عملتش حاجه، ده شغل الناس الموجوده، قاعده الناشئين عندنا في التزام وغيره، في سيستم معين، فالجماهير دايما بتساند وبتخلي يبقى في حافز اكتر وبتساعد بشكل كبير كمان في حصد بطولات مختلفه زي ما حضراتكم عارفين في كل الرياضات بالنادي الاهلي. ف ما تعرفيش تحطي ايدك على فين، لكن زي ما كريم بيتكلم فعلا في طفره كبيره وفي تطوير كمان في الاداء بشكل كبير. تحسي برضو يا فاطمه ان المنتاليتي اصبحت منتاليتي محترفين، يعني فكره اللاعب المحترف دلوقتي بقت موجوده في النادي الاهلي كفكر كمان بشكل كبير، اللي هو المحلي، يعني لاعب محلي بفكر محترف، ده ما كانش موجود على فكره ومش موجود بشكل كبير في النوادي الثانيه. مش موجود في اي حته تانية غير في النادي الاهلي، دايما البدايه والانطلاقه بتبقى من النادي الاهلي. فعلا المنظومه متكامله، يعني مش احنا بس لو اتكلمنا عن الاهلي مش هنتكلم عن كره اليد بس السنه دي بالزبط. احنا نفس الحكايه كره السله، يعني احنا كل العاب الصالات كل العاب الصالات ما شاء الله. يعني احنا بنتكلم في الاهلي تاهل لكاس العالم للانديه في كره اليد، قبليها بيوم تاهل لنهائيات بطولة البال في كرة السلة اللي إن شاء الله نستطيع الحصول عليها ونتأهل برضو لكأس العالم للأندية في كرة السلة. فيعني ده كله نتاج لاهتمام مجلس الإدارة بالنشاط الرياضي، اهتمام المنظومة كلها، تكامل المنظومة كلها. طبعا احنا بنتكلم في صالة الأمير عبدالله الفيصل في الأهلي، وش سعد وجمهور الأهلي اللي بيملأ الصالة دايما، يعني دايما المنافسين دايما المنافسين لما بيجوا يلعبوا في البطولات في صاله عبد الله الفيصل بالذات بيقولوا ان الصاله بتترج تحت رجليهم من صوت الجماهير بس. طبعا طبعا.